يا مساء الخير واهلا وسهلا بجماهير نادي الاهلي العظيمه الحقيقه اللي يمكن على احر من الجمر مستنيه الدقائق والساعات تعدي في انتظار المباراه الاهم والاختبار الاهم بالمناسبه في الموسم ده. اهلا وسهلا بحضراتكم، هنتابع يمكن اللمسات الاخيره ونطمن على استعدادات النادي الاهلي قبل مواجهه كايزر تشيفز في النهائي الحلم، لانه طبعا حلم التتويج بالنجمه العشره هو الحلم المسيطر على كل جماهير نادي الاهلي، وهو عنوان النهارده من بدايته. هتتفرج على الماتش فين؟ هتتفرج على الماتش مع مين؟ كل الناس الحقيقه النهارده والسوشيال ميديا كلها بتتكلم على المباراه المنتظره نهائي دوري الابطال. طبعا زي ما قلت 16 نجم، 16 راجل من سكواد النادي الاهلي شايلين على كتافهم مسؤوليه حلم وطموح مشروع جدا طبعا لاكثر من 100 مليون اهلاوي في كل مكان في العالم منتظرين مباراه النهارده. الاختبار الاهم والاختبار الاصعب في نفس الوقت للموسم كله. ليه بقول كده؟ لانه ما اعتقدش انه في بطوله ممكن تحطها في مقارنه او في نفس مستوى الاهميه زي بطوله دوري الابطال. مش بس عشان بطوله دوري الابطال هي البطوله المفضله، لكنها كمان تقود فرقتك، تقود طموحاتك واحلامك لبطولتين تانيين بقى على نفس القدر من الاهميه. واحد، المشاركه في كاس عالم الانديه، وده بقى الروتين اللي جماهير النادي الاهلي ما تقدرش تفوت سنه من غير ما تشوف فرقتها مع اكبر فرق العالم. كارنفال بنستمتع بيه وبصرف النظر عن التتويج من عدمه، ولكن مشاركه الاهلي في حد ذاتها اصبحت هدف بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. النقطه الثانيه انها بتقودك لبطوله انت صاحب الرقم القياسي فيها، وهي بطوله السوبر الافريقي. وان شاء الله باذن الله رجاله الاهلي مذاكرين كويس، مستعدين كويس، محضرين كويس، لان كل المعطيات وكل الارقام وكل الحسابات بالورقه والقلم بتقول ان اسهم النادي الاهلي فوق. ولكن زي ما احنا متفقين ده لغايه قبل بدايه او انطلاقه المباراه. تنطلق المباراه 90 دقيقه حساباتهم غير، حساباتهم مرتبطه بمستوى تركيزك، بمستوى جديتك، بمستوى قدرتك على حسم المباراه مع خصم اوعى ابدا تتخيل انه خصم سهل. وانا بيتهيالي انه الدوافع اللي موجوده عند كايزر تشيفز النهارده هتصعب بشكل كبير جدا من المباراه على النادي الاهلي. اتمنى السيناريو اللي اتمناه ان احنا ناخد المبادره، يعني تحقيق النادي الاهلي لفكره انه يسجل مبكرا، انه يحط الهدف الاول في المباراه، اعتقد يسهل كتير جدا من سيناريو المباراه على النادي الاهلي، ويجبر كايزر تشيفز انه يتخلى عن طريقته او عن اسلوبه الكمين. الكمين اسلوبه هو الفرقه دي الحقيقه طول مشوارها في افريقيا بتقول ان انا بشتغل بلغه الكمين، تستدرج الفرقه اللي قدامها لنص ملعبها وتعمل الهجمه المرتده السريعه اللي تقدر تخطف بيها وتنام زي ما بيقولوا على الجون وتحسم. عشان كده هم قدروا يوصلوا النهائي، ومن هنا بقول ان مباراه النهارده بالتاكيد صعب، لكن ان شاء الله ثقتنا في رجالتنا كبيره جدا. كل الاختبارات الصعبه اللي عدينا عليها على مدار الموسم بتقول ان شاء الله باذن الله انه النادي الاهلي جاهز للاختبار الاهم، جاهز للامتحان الاصعب، وان شاء الله عندنا القدره على التتويج بالعشره، لانه صفحه الاتحاد الافريقي، صفحه الشامبيونز ليج النهارده حتى بوست لطيف جدا بتسال فيه هل العشره ممكن؟ اعتقد طبعا يعني يمكن بما انه مجدي قفشه هو اخر لاعيبه النادي الاهلي اللي سجلت في بطوله دوري الابطال، والهدف اللي يمكن كان حاسم بشكل كبير جدا في حسم لقب دوري ابطال افريقيا وتحقيق النجمه التاسعه للنادي الاهلي، فمجدي قفشه برده كان نجم بوست الشامبيونز ليج الافريقيه بسؤال الكاف هل العشره ممكن؟ وان شاء الله باذن الله زي ما حضراتكم شايفين طبعا الحلم هو مش حلم قفشه بس لوحده الحقيقه، هو حلم كل جماهير النادي الاهلي اللي بتحلم بالعشره واللي تاخدنا بعيد كمان. يعني واحد من اهم الارقام اللي بيحققها النادي الاهلي وصوله للنجمه العشره، ده معناه انه اصحاب المركز الثاني واصحاب المركز الثالث مجتمعين يكون عندهم رصيد زي رصيد النادي الاهلي، تنقل العشره، تنقل الاهلي في حته ثانيه خالص باذن الله، وان شاء الله باذن الله موفقين.